اي واحد كياخذ الباك كيمشي يدوز لي كونكور كاملين وكيقول لك اللي جاب الله 70% ديال لي ميتي ديال هاد 10 سنين جايه ما كاينش دابا اوكي لان التوجيه كاين بزاف الناس كيسحب لهم غير بلا بلا غير هضره خاويه من بعد سيدي واحد النهار ما عليه ما بيا هو يتصل بي واحد السيد قال لي اش ظهر لك تخدم مستشار ديال الوزير شنو هما لي براتيك اللي خصني ندير باش نعزل لو باركور ولا لو شوا المزيان ليا للمستقبل ديالي خاصك تعرف بانه هاد لا جينيراسيون اللي كنهضروا عليها اليوم ديال جينيراسيون ديال 2010 غادي يبدلوا في المستقبل لو ميتي ديالهم 3 حتى 4 فوا دونك مشاف لو باركور 2 ans 3 ans مثلا مول باك والقبل لي داكشي ما تيعجبوش ماشي هذا هو لو باركور اللي عجبني انا ما مرتاحش في القرايه دونك شنو خاصو يدير ولا ما عمرك خاصك تسول على شنو اللي مطلوب في المارشي هذا سؤال غلط كبير اون انتربريز امريكان وتوكلت على الله يعني الفرصه حتى باش ندوز لونتروتيان تسلفت سروال عند واحد صاحبي صافي دونك ما جيتش اول كاع كنت اول جاي كونجي جاي بشورت هاي تنتلاقاو في اون نوفيل فيديو شغف سيزون 3 واليوم معنا انفيتي تري سبيسيال اليوم معنا سي رشيد البوري صافا سي رشيد بالقهوه ديالو قهوه ديال الصباح كلشي بخير الحمد لله كلشي مزيان شرفتينا اخي اليوم في البودكاست شحال هادي باغي نتلاقى معاك ونديروا شي حلقه تكون مزيانه ان شاء الله لي جون الله يعطيك الخير تلاقينا اخر مره في 2015 2015 شفنا ساسونك راك جاري صافا كلشي بخير والله الحمد لله كلشي بخير دونك اليوم غنهضروا على بزاف ديال الحوايج غنهضروا على التوجيه وغنهضروا على لو شونجمون دو كارير وكيفاش لقى الميتي اللي غادي يكون مناسب للشخصيه ديالي مزيان مي قبل ما نمشي كامل بغينا نعرفوا لو باركور ديالك لو باركور اخويا منين غادي نبدا وفين غنسالي من البدايه البدايه كاع الوغ انا موديل 1181 اوكي دونك في الرباط حسان صافا تحيه لمد حسان اي كبرت في الرباط ايتو من مور الباك ديالي مشيت لالمانيا وفي المانيا في الحقيقه تماك كانت حياه جديده القرايه بنكهه جديده شحال هادي في المغرب كنت الباك كاسول شنو كان باك بي سي بي سي اوكي مونسيون كاسول صافا فهمتي ما كنتش كنلقى بزاف ديال البليزير في القرايه كنلقى البليزير في الرياضه وفي الساحه اكثر من القسم ما عرفتش علاش في الحقيقه ولكن ملي مشيت لالمانيا اكتشفت بان القرايه كتصلح شي حاجه قرايه مهم صحيح مهمه بزاف اوكي دونك من بعد شنو كان في المانيا الوغ مشيت لالمانيا درت لاني بريباراتوار تعلمت فيها اللغه الالمانيه دخلت لونيفرسيتي دي سيونس ابليكي في دورتموند اوكي قريت درت لو بروميير شوا كان عندي لانفورماتيك دو جيستيون قريت فيها عام ما جابش الله اوكي فهمت بانه هنا الدور ديال التوجيه كيلعب دور كبير لانه الموجهه قالت لي في الاول ما ديرهاش ما صلحلكش تما في المانيا ما ديرهاش وحسيت بالحقره اوكي كيفاش ما تصلح ليكش هذا وتجيك صعيبه دونك درتها ضد فيها ولكن من بعد في الحقيقه منين دوزت داك العام رجعت لعندها قلت لها في الحقيقه دابا محتاج للتوجيه وفهمت القيمه ديال التوجيه لان التوجيه كاين بزاف الناس كيسحب لهم غير بلا بلا غير هضره خاويه الوغ كو تقدر تجلس مع شي واحد يعطيك جوج دقائق خمسه دقائق يعطيك معلومه جوج يبقاو كيدوروا في راسك وتبدل لك بزاف الحوايج في حياتك والحمد لله من بعد سمعت لهضرتها اوكي ودرت ديك لافيليغ اللي قالت لي اللي فعلا الحمد لله كانت مزيانه خديت فيها اون بورس ديكسيلونس اوكي وجاب لا تيزير لو باركور اللي كانت بروبوزيت عليك اللي كملتي فيه شنو كان؟ راه قريت لانجينيوري تيليكومونيكاسيون اوكي دونك وتسبيساليزيت بزاف في السوفتوير يعني ديفلوبمون ديال السوفتوير ديال تيليكومونيكاسيون ومن ديك الساعه خدمت دي زاني من بعد في الانفورماتيك دي مولتي ناسيونال شركات المانيه فرنسيه خدمت مع اوسي لي زاميريكان المهم دونك كانت اون كروند اكسبيريونس في لوروب الحمد لله اوكي الحمد لله سا مارش و ديجا هضرنا دابا على التوجيه عندهم في المانيا كاين الكونتراست بين المغرب و مزيان مزيان اول حاجه بعدا في التوجيه في المانيا ما عمرك يسولك ولا ما عمرك خاصك تسول على شنو اللي مطلوب في المارشي هذا سؤال غلط كبير يعني خطا مزيان تعرف المارشي شنو فيه ولكن ماشي هذا هو اول سؤال اول سؤال هو انت شنو هما لي كاباسيتي ديالك شنو هما الميولات ديالك شنو هما الحوايج اللي كتلقى فيهم راحتك
اي اون بلوس دو سا كتشوف شنو هما لي حوايج يعني الحوايج اللي يقدروا يكون واحد الماتش ما بين الشخصيه ديالك ما بين الباك جراوند ديالك ما بين لو سافوار اللي عطاك الله ان اي واحد فينا عنده شي حاجه وي دونك حنا اوجوردي كنجيب المره كيجي عندي شي شاب كيقول لي قول لي شنو ندير بغيت ندير شي حاجه قول لي وانت شنو لا ها قول لي انت شنو اللي مطلوب هذا ماشي سؤال شنو مطلوب يعني انت تقرا على ود الفلوس هو بيني وبينك زعما راه ما كنقراوش غير هكاك كاين ان اوبجيكتيف بغينا نطورو من راسنا سي سور دونك كاين كوتي سافوار انك تاخذ العلم تاخذ واحد الشهاده علاش لا ماشي عيب كاين دابا بزاف الشباب كيسحب لهم القرايه تضيع الوقت نو كتعطيك واحد لا فالور ولكن في نفس الوقت كتوجد راسك لي طاب سويفونت وداك لي طاب سويفونت ماشي ضروري يكون عندها علاقه مباشره مع داكشي اللي كتقراه وي يا با دو ريغل فهمت يا با دو ريغل انا قريت واحد الدراسه ديغنييرمون بلي 27% ديال داروا دراسه في العالم كامل 27% ديال الناس اللي تيخدموا مور الباك ولا مور اليونيفرسيتي ما تيخدموش في 27% اللي تيخدموا في داكشي اللي قراوه صحيح وي دونك كاين 73% في العالم كامل ما تيخدمش في داكشي اللي قرا صحيح هذا هو واقع لانه جينيرالمون هاد 27% الا جيتي تشوف غتلقى الاكثريه ديالهم قراو دي دومين ريغلومونتي بحال بالميديسين الاركيتكتور ميديسين خاصك تكمل في ميديسين فوالا جينيرالمون زعما وبعضهم ربما قرا مثلا الاي تي غيكمل في الاي تي ولكن بزاف ديال الناس قراو في واحد الحاجه خدا ديبلوم ديالو تكون تكونات الشخصيه ديالو حيت اللي مهم في القصه ديال القرايه ماشي التكوين في حد ذاته شنو خديتي كمعلومات ولا كسافوار ماشي الهارد سكيل ماشي بوحدو الهارد سكيل مهم لانه بطبيعه الحال كيولي عندك واحد لو سافوار معين اللي ما عندكش وحده هذاك الدومين هذاك الدومين ولكن اهم حاجه في يعني في القرايه انا بالنسبه ليا هي لو فيت انك تتعلم كيفاش تعلم وتعلم كيفاش تخدم مع مجموعه ديال الناس وتعلم كيفاش يكون عندك دور وتكون اونغاجي وتنتا تكون عندك ليفرابل هذا هو في الحقيقه بالنسبه لي اهم حاجه في دونك خاص تركز على لي سوفت سكيلز اكثر من وخاصك تقرا اون مود بروجي بحال قلتي القرايه تعامل معها بحال شي بروجي صامت عندك فيه دور هادي مزيان ليفرابل ديدلاين انسي دو سويت صامت شوك من بعد قلتي لي بقيتي كونت اكسبيريونس في لوروب وي كان لو روتور المغرب ولا من بعد الوغ في الحقيقه مور قبل ما نتخرج دايوغ بديت كنخدم مع واحد الشركه واحد ملتي ناسيونال يعني مازال انا كنقرا وهما ديك الساعه كانوا كيقلبوا على دي تالون كانوا كيقلبوا على الناس وهنا عاونتني بزاف اللغه الفرنسيه وعاونتني حتى العربيه كذلك علاش باسكو لي ملتي ناسيونال جينيرالمون كيبغيو الناس اللي كيعرفوا لغات دونك كانت عندي الالمانيه بطبيعه الحال الفرونسي والعربيه حتى هي كان عندهم واحد لو بروجي ديال باش يمشيو للشرق الاوسط ويديروا شي حاجه دونك دوكو هذه المساله هذه عاونتني بزاف بداو كيصيفطوني لفرنسا دونك وليت ريسبونسابل هذيك ليكيب في فرنسا مزيان القضيه هذه بالنسبه ليا مازال صغير مازال حتى ما تخرجتش يعني ومنين تخرجت مشيت لعندهم لي ريسورس هومان قلت لهم راه وليت انجينيور ما عمرهم شافوا الدبلوم ديالي اللون ديالو كي داير الى يومنا هذا وسيناو معايا لو كونطرا جديد انجينيور نوفو سالير كانت على حساب الكومبيتونس جوستومون هما كانوا كيقول لك اودي حنا بغينا شي حد اللي غينفعنا في واحد لو بروجي انت تو كوريسبوند داك لو بروفيل اللي كنقلبوا عليه صافي مرحبا بك فهمت سي كوم سا كو سا فونكسيون دايور سا مارش دونك من بعد بقيتي كمل معاهم ولا انا خدمت معاهم واحد المده تماك وفي ديك المده بديت كنجي للمغرب بزاف اوكي بني بديت كنجي للمغرب بزاف حقيقه ما نكذبش عليك عندي الوالده كانت الموتيفاسيون بالنسبه ليا مي لا فيريتي كان دائما عندي ليدي ديال انني نرجع للمغرب اوكي اي جيت باقي عاقل داك العام فاش دخلت ديفينيتيفمون جيت ثلاث المرات اي دي فاكونس واحد النهار حتى كنتلاقى مع واحد السيد قال لي راه لونتربريز ديالنا كتقلب على دي انجينيور ويكونوا جيرمانوفون دونك سيتي واحد لونتربريز امريكان وتوكلت على الله يعني حتى باش ندوز لونتروتيان تسلفت سروال من عند واحد صاحبي صافي كنت ماشي عول كاع كنت عول جاي كونجي جاي بشورت من بعد دونك بقيت كمل معاهم وجات لونتربرونيا بارافي اكزاكتومون الوغ ملي بديت كنخدم معاهم بديت كاناليزي ديجا في قلب هذاك لونتربريز باسكو سي اون لونتربريز دو سيرفيس وكانوا لي كليون ديالنا سيتي دي زونتربريز اللي كاينين في الالمان في لا فرانس في انجلتير دونك حتى هنا عاوتاني السكيلز ديال اللغات كتنفع لينا لونغلي الالمانيه لو فرونسي كيحلوا لك بزاف ديال بزاف ديال البيبان في الحقيقه لي لونغ زعما صراحه زعما اللي عنده بحال شي كابيتال زايد ما عندش وحده سورتو دابا الدراري اللي باقيين في الباك ولا هذا باقي عندك اسي دو طون باش تعلم شوف اللغه ما توكل على الله كيف ما بغات تكون غتحل لك دي زوريون دونك خدمت معهم وبديت كان اناليزي واحد شي شويه
وهنا تلاقيت مع واحد الصديق ديالي دونفونس دايور اوكي سي علي وهو يسولني قال لي واش ما كتفكرش اونتربرونوريا قلت لي كيفاش اونتربرونوريا انا خدام كيفاش قال لي راه يفو ديفيرسيفي لي ريسورس بدا كيشرح ليا دونك اون كيلكو سورت هنا كنوجد واحد الميساج انه ما عمرك تحقر اون رونكونتر اوكي وهذا الصديق ديالي تلاقيتو غير في الطريق كنقول واش هو ماشي واحد بسطو كان سوق ولينا ديك لونتربرونوريا اللي حبساتك صافطوا لي شي حد سيدي ربي صافطوا لي في الطريق اي دابا منين خديت من عنده الفكره تماك بدات كتنضج وفي 2009 درت اول شركه ديالي اوكي حنا كنا ثلاثه ديال اسوسي في الدومين دي سيرفيس كنا كنخدموا مع لي زوتيل دومين ما عندوش علاقه مع داكشي اللي قريت نهائيا تمام شنو كانوا لي سيرفيس اكزاكت في الحقيقه كنا كنخدموا في لا ديكوراسيون ديال لي زوتيل اوكي حاجه بعيده كومبليت لا علاقه اي سا بيان مارشي كي كانت الاكسبيرينس سا نا با تري بيان مارشي سا مارشي مي با تري بيان لان تما كنت كنفهم شي حوايج مثلا الريكوفرمون باش انك تخلص من لو كليون انسي دو سويت هنا ما خاصكش تكون لا نايفيتي خاصك دير ان كونطرا تاخذ اون افونس والنهار ديال لا ليفريزون تاخذ مسائل ديالك هنا اون افي بوكو دو بروبليم دو ريكوفرمون الناس ما كانوش كيخلصوا ولا ما كيخلصوش على الاقل في الوقت اون ابوندوني باسكو سير واجي انسي دو سويت مي لا حلات لي عيني على شي حوايج اخرين تما جات الفكره ولا تري بون اكسبيريونس تما جات الفكره الثانيه اوكي درت اون اوتر انتربريز ماتنو في الدومين ديالي اوكي تي مع دي اسوسي ولا مع دي اسوسي توجور ما عمري كنخدم بوحدي في الحقيقه ما نعرفش علاش زعما لو شوا ديال انك تخدم اسوسي كنظن عندها علاقه يمكن حتى بالشخصيه ديالي انا كومونيكاتيف بزاف وما كنعرفش فاسيلمون ناخذ القرار دغيا دونك جي بيزوين توجور دو ديسكوتي حتى دابا لي اسوسي ديالي في دوت بروجي كيتعدوا معايا بزاف باسكو كنحاول نتشاور في كل شيء كنحاول نناقش كل فكره كل فكره كنعطيها بعض المرات اكثر من حقها وهذا سي تان بوزوان حتى لو بروفيل ديال الانسان كيلعب دور هي مزيان باش تكون عندك اسوسييتي تتكملوا بعضياتكم في بزاف ديال لي بروجي ولا لو شو اكزاكتومون دونك في هذا لو بروجي الثاني كانوا عندي جوج ديال لي اسوسي انا كنت في المغرب لاسوسي واحد كان في لوتريش وواحد كان في المانيا وبدينا كنخدموا في الدومين ديال اي تي لينا بلي فورماسيون ديفلوبمون ديال لي لوجيسيال فوالا دي كاي تشارج كنشدو المهم سا مارشي الى حد ما c'était une expérience زوينه من بعد سيدي واحد النهار معليه ما بيا هو يتصل بي واحد السيد قال لي اش ظهر لك تخدم مستشار ديال الوزير حاجه حتى هي لا علاقه دونك الوزير شنو كان تيدير هنا في الدومين ديال ليدوكاسيون اوكي فوالا هنا بديت كندخل لو دومين ديال ليدوكاسيون في ان فيت لونسينمون سوبيريور ولكن بديت كنكتشف بان سيت ان دومين كي مي باسيون اوكي داكوغ ربما حيت انا من عائله ديال التعليم الوالد كان في التعليم الله يرحمه والوالده خدمت في التعليم سنين ربما دوزوا لي التعليم في شي شي بيبرون ولا شي حاجه مي تما اكتشفت بانه في حقيقه التعليم سي ان تشالنج كبير فيه ما يدار وبه ممكن نبدلوا بزاف الحوايج اوكي دونك بديتي في ليكسبيريونس معهم وابري شنو كان من بعد دونك خدمت في الكابيني ديال المينيس خدمنا على دي بروجي زوينين اكتشفت شي حوايج ما كنتش كنعرفهم درت علاقات دونك المساله كانت مهمه كسوسوا علاقات او نيفو ديال المغرب ولا او نيفو ديال على الانترناسيونال كانوا كيجيو دي فيزيتور انسي دو سويت و جيتي ان تي بو اون كونتاكت بزاف اكثر مع جامعات المانيه اوكي دونك بين 2014 15 اكزاكتومون كان عندنا بزاف ديال لي فايفيان المانيا كانوا كيجيو عندنا دي بارتنير من المانيا انسي دو سويت كي فول بغاو يخدموا مع المغرب دونك تبارك الله هضرنا على الباركور كامل تقريبا جو سي با واش نسينا شي حاجه ولا لا الوغ نسينا باسكو دوبوي تبدلوا بزاف ديال الحوايج اوكي لا فيريتي دونك ولكن دوبوي من 2014 وانا بقيت في لو دومين ديال لونسينمون سوبيريور الى يومنا هذا اوكي دونك نهضروا دابا بلوز اون ديتاي على التوجيه دونك انا غنحط راسي اليوم في بلاصه واحد لو جون يلا اختا الباك واللي يلا دوز الباك مزيان نبدا قبل ما ياخذ راه كيتسنى النتائج ديال ليا ما كيتسناو دونك هذيك التلفه انا حسيت بها شحال هادو سيغمون انت تكون حسيتي بها تيكون الانسان فريمون بيردو عندك لو فلو قدامك ما عارفش لي شوا كي غادي ديرو دونك شنو هما لي براتيك اللي خصني ندير باش نعزل لو باركور ولا لو شوا المزيان ليا المستقبل ديالي الوغ نرجع للاكسبيريونس ديالي اي نرجع aussi لهاد لو كوتيديان ديالي كل نهار مع لي جون اوكي دوبوي دابا من 2017 تقريبا وانا الخدمه ديالي كل نهار مع لي باشولي
كل نهار صافي لا كومبانيون ديال الليل و 12 الليل يوصل لك شي واتساب هذه شنو ندير فيها شنو ظهر لك انت دو سويت اي هنا كاين ان غون بليزير بالنسبه للتجربه ديالي كيف قلت قبيله مع الموجهه فخاو دي جاردان دايور ما عمرني ننسى هذا الاسم ديالها هو خاص الانسان في التوجيه اولا هو يكون هو باغي يتوجه التوجيه انت اللي كتمشي لعندو ماشي هو اللي كيكون عندك قابليه للتوجيه تكون حاس بان محتاج للتوجيه دونك سي ان افور والشاب اللي غادي يتوجه خاصو يكون عنده ورقه وستيلو ما يمكنش يجي مربع يديه ويتلاقى معاك وياخذ معلومات وصافي يقول لك صافي انا كلشي في راسنا حتى حاجه ما كتبقى في الراس ملي كتكتب واحد لافورماسيون كتكتبها كتضبطها كتشرحها انسي دو سويت يكون عندك واحد لو كايي انا كنسمي دفتر ديال التوجيه ديالك صافي السيرو ديال التوجيه ويكون محطوط واحد هاد الاكسبيرينس واش يبدا قبل الباك ولا في الباك قبل الباك قبل الباك يعني شوف العام ديال الباك ولا شويه لا قبل شوف بون سي فري كو ممكن نديرو في العام ديال الباك يمكن نديرو كاع حتى مور ما يخرجوا النتائج ديال الباك ولكن لو طرافاي يعني اللي كيجي من الداخل خصو وقت اوكي خص الانسان ياخذ معلومات خصو يعرف راسو اكثر وهاد القضيه ديال يعرف راسو اكثر عندي مع واحد في هاد القصه اوكي جا عندي واحد لو جون هو الوالده ديالو انسي دو سويت بغيت توجيه فوالا ما كاين مشكل وانا نسولو قلت ليه واش مستعد دير واحد جوج ديال الحوايج قلت ليه واش مستعد توقف قدام المرايه وتهضر مع راسك اوكي قال لي علاش انا قلت ليه هضر مع راسك وسول راسك اسئله وجاوب وكتب يعني بحال قلتي غدير واحد لونتروتيان مع راسك وكون صريح مع راسك وبين وبينك انت دابا بينك وبين راسك واش فوالا هذه فريمون ماشي اي واحد يديرها لان يقدر يقول مع راسو راه حماق ولا عرفتش كيفاش المرايه مي فريمون هذه القضيه ثانيا قلت ليه تمشي عند الناس اللي كتعرف والناس اللي ما كتعرفش ولا بلوتو ماشي اللي ما كتعرفش كاين اصدقاء ديالك وكاين الناس اللي كتعرفهم وتمشي عندهم وحتى وبدا بلي بارون ديالك بدا بخوتك بدا بجيرانك وسولهم قول لهم كي كان جيكم واش الورقه والستيلو وسؤال سيريو اولا غيقول واش هذا مسطي حيت ماشي كلشي تيدير تمشي عند شي حد تقول ليه كي كان جيك اش كان جيك بعد مني زوين طويل بوغوس ولا لا كي كان جيك عافاك كيقول لي الا خديتي ورقه والستيلو وسولتيه وبينتي لي بين هذاك الشيء كيقولوا كتكتبوا غيقول سي سيريو غيقول لك انت فيك شي حوايج فيك زوينين ها هما فرح ليهم كتبهم وسطرهم شي حوايج فيك خايبين ها هما اي سي كوم سا كتسمى هذه الثقافه ديال الفيدباك فيدباك اللي حقيقه ما عندناش بزاف في المجتمع ديالنا ما كنعطيوش قيمه بطيخ بزاف وهذاك لو فيدباك ربما تعرف على راسك اكثر من انت كيسحاب لك سورتو فواحد لاج اللي ما كتفوكسي بزاف على راسك كتكون كتفوكسي على لي ديزير ديالك ولا تشوف راسك من اونغل وحده اكزاكتو كتشوف من اونغل ديالك انت اللي فرحان براسك اللي كيسحاب لك فوالا الوغ كو لو فيدباك ديال الناس يقدر يجي ويقول لك واحد القضيه انت فيك واحد العيب ماشي صاحبك كتبدا الحاجه ما كتكملهاش مشكل هادي ولا يقول لك انت فيك واحد العيب ما كتقدرش تشرح الافكار ديالك مزيان ولا فيك عيب كتعصب بزاف ولا فيك حوايج زوينه انك مثلا سبورتيف انك بونكتويال ملي كندير معاك شي حاجه كتجي انك ملي كنطلب منك شي حاجه وكنتفاهموا عليها كديرها اي هادو امور مهمين حتى في التوجيه لانه هذا النقطه ديال الانطلاق ديال التوجيه هو الانسان يعرف راسو هو البيرسوناليتي هذا وي الا ما عرفتيش راسك شنو هو لو بوين دو ديبار وبطبيعه الحال اوسي نعرف اوجوردي حنا في 2023 كنظن هاد الفيديو هادي راه تشاف حتى من بعد ان شاء الله في 2023 اوجوردي شنو هما لي ميتي اللي كاينين اوجوردي جداد اوكي شنو هما لي ميتي اللي غيكونوا في الفوتور شنو هما لي طوندونس اوجوردي حنا غاديين في الانتيليجنس ارتيفيسيال غدا كتجتهد اكثر وتيقول لك في 10 سنين الجايه غيخرجوا دي ميتي اللي باقي ما كاينينش دابا نعطيك واحد الشيء غيخدموا في واحد لي ميتي كاين واحد الشيء تري تري سامبل اوكي 70% ديال لي ميتي ديال هاد 10 سنين جايه ما كاينينش دابا اوكي هاد 70% هذا لا يعني انه شي وحدين غيمشيو ولا بزاف ديال الميتي كاين بزاف ديال الميتي ما يبقاوش وي ولا غادي ينقصوا ولكن غيتزادوا بزاف ديال الميتي فهمت دونك خاصك تعرف اوكي شنو هي لا طوندونس وفين غادي التوجه ديالك يكون تيفكر تكون عندك واحد الفكره ليسونسييل افوار اون ايدي وديك الساعه راه لي ميتي تبارك الله موجودين وجينيرالمون الاختيار ديالك ديال شنو غتقرا خصو يكون سمارت اوكي
كيفاش سمارت؟ خاصك تعرف بانه هاد لا جينيراسيون اللي كنهضروا عليها اليوم ديال جينيراسيون ديال 2000 2010 غادي يبدلوا في المستقبل لو ميتي ديالهم 3 حتى 4 فوا في حياتهم. ماشي غيبدلوا لو بوست ولا ماشي يبدلوا الشركه, الميتي اوكي غيبدل الميتي حتى 3 حتى 4 المرات في حياته. دونك خاصو لا فورماسيون اللي غادي يدير على باز تاهلو باش يكون مستعد لهذا الشغل, ادابط مع بزاف ديال exactly. لي شونج exactly. اوكي انا كاين واحد القضيه تنهضر عليها بزاف المرات في في في, في حلقات البودكاست, هي مثلا لي جون تياخذ الباك بواحد لا مويان نقولو مزيانه مثلا جاب الباك ب 16 تعطاو بزاف ديال لي شوا مثلا ميديسين اركيتكتور شي حاجه واحده اخرى نورمالمون تيمشي للحاجه اللي فيها الفلوس بزاف, يمشي للاركيتكت مثلا حيت عارف لي زاركيتكت مثلا تيجيبو الفلوس مزيان. ولكن واش هو تتعجبو الاركيتكتور, واش الى في بور الاركيتكتور اكزاكتو, واش هو دونك انا ما كرهش اليوم نبدلو هذا التفكير شويه. اولا باش نكونوا واقعيين, دابا حاليا اي واحد كياخذ الباك كيمشي يدوز لي كونكور كاملين وي كيقول لك اللي جاب الله ولا اللي جات يعني اون كلكو سورت ما عندكش ان اوبجيكتيف كلير. كيف يعقل واحد يمشي يدوز الاركيتكتور يعني الاركيتكتور ويدوز الميديسين ولنسا ولنسات ولنسامو وما عرفت شنو اخر بزاف يعني ويدوز لونسيجي ويدوز يعني من ليكستريم حتى ليكستريم غوش في ميتي, هذا ميتي ايكونوميك هذا ماناجمنت هذا اركيتكتور هذا سيونتيفيك هذا انجينيوري هذا حوايج ما عندهمش علاقه ببعضياتهم ببعضياتهم اسمح لي. مي السؤال دونك دون سا تيت هاد ليتوديون ils ne voient pas clair. Ou même les parents, bah, المرات, qui ils poussent les étudiants à ne qu'ils quoi douze كلشي. Mais en détail. Mais alors, نختار انا à l'avance, شنو هما التوجهات اللي بغيت ندير. ونمشي ندوز لي كونكور. جاب الله في لي كونكور تبارك الله. لي كونكور فهداك التوجه اللي ما كانش يمشي نقلب على une autre voie, une autre école. بلاد الله واسعه كيف كيقولوا, الا ما كانش المغرب راه كاين على ايترونجي. التجربه ديال ايترونجي حتى هي مهمه انا بالنسبه لي اعتقدتني باسكو اول حاجه تعلمتها هي ريسبونسابل, تكون مسؤول على راسك وتكون اوتونوم وتقاتل مع الوقت وتضرب تماره وتعيش بوحدك خاصك شوف ما كاين البانش كل نهار ما كاين الله يعطيك الصحه كتولي واحد الوقيته مستعد اللي جاب بسم الله قالها لهم امرابط الفرقه اللي جاب بسم الله. دونك لو شوا خاصو يكون قبل الباك, الاحسن تكون عارف لوريونطاسيون ديالك ليديال وتكون فاهم لا بيرسوناليتي ديالك باش تعرف لي ميتي اللي شي مارشي ولا لي باركور سي سور. مثلا شي واحد اللي مثلا عزيز عليه لي زاكتيفيتي يلبوج طرو كيهضر مع الناس كومونيكاتيف ما عندوش يقدر يخدم في دومين كوميرسيال في جيستيون بيبل مانجمنت يعني بيع وشراء يقدر يعني عنده بزاف ديال شي واحد اللي مثلا عنده مع الاي تي شويه كيعز عليه مثلا ديفلوبمون عز عليه يصوب شي حوايج اون ميم طون كومونيكاتيف يقدر يدير من بعد تكنيكو كوميرسيال. شي واحد اللي عنده مع الديفلوبمون ما كيعجبوش يتخالط مع الناس ديفلوبور علاش لا فهمتي باسكو كيخصو واحد شويه ديال التركيز خصو شويه ديال الاناليز انسي دو سويت وهذا ولي ليفرابل ديالو. دونك سا سي دي شوز خاص الانسان يحاول كيف قلت ينطلق من راسو وي اناليزي شنو كاين ونقلب على الماتش اكزاكتو سا مارش. سي راشيد في لو بودكاست حنا كيف ما شفتي سميه شغف اكزاكتو تنهضروا على لا باسيون و لوبجيكتيف ديالنا لوبجيكتيف الكبير هو نعاونوا لي جون يلقاو لا باسيون ديالهم يلقاو الشغف ديالهم ويحولوه لخدمتهم. دونك حنا اليوم تنادريسيو لو ميساج ديالنا لي جون اللي باقيين يلاه بادي كيفاش هاد لو جون غيلقى لا باسون ديالو داكشي اللي تيبغي باش هو اللي يدير فيه يمشي فيه في لو باركور سكولير هو اللي يخدم فيه بلا سويت. الوغ ديجا الفكره جميله علاش لانه في الوقيته اللي كتخدم في ان دومين اللي كيعجبك وكتخدم فيه مرتاح اصلا الخدمه ما كتوليش بالنسبه لك بحال شي حاجه ما فيهاش العذاب كيولي لو بليزير في الخدمه كتولي غادي مقصر وفهمتي وخدام والريزولطا تيجي مزيان اكيد لانك كتولي تبدع اكزاكت يعني فوقاش كتبدا هي ملي كتكون فريمون كتخدم شي حاجه اللي مرتاح ليها. الوغ لا فيغيتي نقدر نقول لك بانه في هاد العشر سنين الاخيره اكثر حاجه يعني جبدتني بزاف اي سا كومونسي اوسي فاش كنت في المانيا في الحقيقه هو لو كونتاكت افيك لي جون. اوكي
صغار موين كبار ليسونسييل سي كو لي جون من 12 حتى 60 عام لي جون ملي كيدير 60 عام كيولي فهمتي كبير ما كنعرفش نخدم مع الناس الكبار انا خلايا لي جون اي هاد لو كونتاكت هذا كان اترافير لو ترافير اسوسياتيف كنت فوق ما كنش نمشي ريحه جمعيه كنمشي كنمشي عاون هاد القضيه بزاف لانه انا الجمعيه غيرت لي حياتي كسوسو في المانيا جميع كنت كنمشي لها من اثنين حتى لحد بعض المرات كنبات وكنت معايا كتباتي يعني منها دو بينيفولا كنعطي من وقتي للناس كنحاول نساعد كانوا اطفال كانوا صغار كانوا عندهم واحد البزوان مثلا كنت كندير معاهم مراجعات سي دو سويت كان عندنا دي زاكتيفيتي اللي كنضموهم كنا كنديروا دي زيفينمون بزاف دونك جي كومبري كومون اورغانيزي لي زيفينمون كنا كنديروا دي ريونيون ديس كنصوب لي بي في اتيو شي حوايج دي ميتينغ ديس كنسمع شي كلام ما كنعرفوش سمارت شنو هو دي زوبجيكتيف سمارت كيسحبني سمارت زعما انتيليجون هو راه عنده دي زوبجيكتيف سبيسيفيك سي دو سويت اي l'analyse de marché ويلي شنو هذا الشيء هذا في لاسوسياتيف كتعلم هادشي كامل علاش باسكو في العمل الجمعوي كتلقى مع ناس واحد اخرين حتى هما جايين باغي يعطيهم وقتهم وفي دومين مختلف كيتلاقاو كيجيو من دي دومين مختلفين كتولي تاخذ من هذا شويه من هذا شويه سورتو الا كانوا ناس كبار وبعقلهم وهذا فانا في حقيقه العمل الجمعوي بدل حياتي بزاف وكنت كنعطيه الوقت ولكن استفدت منه ملي جيت للمغرب اوسي غير اون فوا انستاليت في المغرب صافي مزيان بديت كنمشي مع جمعيات لي كارافان مع دي ميدسان مع يعني ولينا واحد الوقيته كنديروا يعني واحد التحيه لقافله الصفاء كنت كنخدم مع واحد ليكيب اصدقاء فوالا اكزاكتومون دونك كنا كنانستاليو كنمشيو شي بلاصه كنديروا فيها توريزم سوسيال كنكتشفوا شي منطقه وكنرجعوا ابري شهر ولا شهرين وكنديروا مكتبه مثلا في شي بلاصه في وسط والو ميدل اوف نوير دونك درنا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وانا كان عندي واحد الدور الدور هو نمشي نجيب الفلوس حيت بروجي خاصو لي ريسورس لا حقيقه هو كان البليزير يعني الحمد لله المهم اترافير لي ريزو سوسيو حتى هما كان يعني استفدت منهم بزاف كنت كندير ابيل في العائله عند الاصدقاء هذا وكانوا كيسيفطوا لي الفلوس وكنا كنديروا مثلا كنشريو كتبه كنشريو بزاف الحوايج يعني درنا دي زيكول ديال الدراري الصغار روض اطفال في شي بلاصه في زاكوره فواحد القنت ما يطيحلكش على بالك الحمد لله كانوا دي بروجي زويونين وهاد الروح هادي لا فيريتي اكتشفت المغرب او ميم طون اللي ما كنت كنعرف المغرب حتى شي حاجه لي زالمون في المانيا كانوا كيعرفوا المغرب اكثر مني المغرب العميق فجي كومبري كو المغرب راه ما كاينش مغرب واحد المغرب ماشي هو الرباط وكازا ماشي هو مراكش ماشي هو طنجة اللي كنت شايفهم في حياتي ماشي هو اكادير فالمغرب جو كرو تعاون حتى في لا ميسيون ديال توجي تولي عندك اون ميسيون بلي خاص نخليو نصحح لانه ايفيكتيفمون ملي كنمشيو لتماك مثلا في دوك لي كارافان كنتلاقاو مع لي جون ديال المنطقه وكنسمع كنصنت ليهم وكنشوف المشاكل اللي عندهم وكنحاول ما امكن ديك الساعه دون فاصون سي تو فو يعني ماشي بروغرامي كنبدا نعطي نصائح انت فكر في هادي دير هادي هذا وهذا اي جي كومبري كو الناس متعطشين لو كونساي وهذا ربما هو فين كاين كاين اللي فريمون محتاج لو كونساي وعارف وكيقلب لو كونساي دونك هنا بدات واحد لا ديناميك سي تو فو عندي لداخل اي هذيك لا ديناميك ولات هي لا بروفيسيون ديالي ولات المهنه ديالي سا مارش و لا باسيون دونك باش نصح الدراري باش يلقاو لا باسيون ديالهم الوغ لا باسيون شي شي حاجه براتيك بوغ هو انا ان جون كنقول ما حدو جون يبدا يجرب اوكي شي اي اوكازيون جاتك تحضر ان ايفينمون كيف ما بغى يكون ما تفكرش بزاف غير حضر سير سير ويحل الله حضر سمع تلقى مع الناس شوف الناس كيفاش كيهضروا كيفاش كيفكروا مواضيع غتكتشف شارك مثلا في ديك عافان شارك في عمل جمعوي دير البينيفولا شوف خرج ليسونسييل تقول لك بعض المرات تجرب تنفعك تقدر تلقى شي حاجه تكوشيها باللي ما صالحاش لك حتى هي مزيانه صحيح حيدها فوالا هذه حيدتها حيدها كامل لا ليست هذه لا هذه ما كتعجبنيش هذه ايه هنا ملي كتلقى مع الناس وفي البينيفولا كتلقى عاوتاني مع دي جون اللي عندهم واحد لي كاليتي واحد اخرين دي فالور واحد اخرين اوكي ان جون خاصو يكون اونطوري بار دي جون دو فالور باش يقدر يفهم شنو هما الحوايج اللي محتاجهم المجتمع ديالك حيت اون كيلكو سورت شحال ما المجتمع انت تقدر تعاونو شحال ما زدت القيمه ديالك في واحد المجتمع هذه مساله مهمه بزاف افكتيفمون سامارش دونك كنحط راسي اليوم عاوتاني في واحد لا سيتوياسيون واحده اخرى
اليوم واحد لو جون اللي دار واحد لو شوا في الباركور دونك مشى في لو باركور 2 ans 3 ans مثلا مول باك ولقى بلي داكشي ما تيعجبوش ماشي هذا هو لو باركور اللي عجبني انا ما مرتاحش في القرايه دونك شنو خاصو يدير مثلا هذه القضيه تتوصلني بزاف لي ريزو سوسيو لي جون اللي دايرين لا فاك ليستيا تيقول لك بلي انا ما مرتاحش وعارف بلي شي ما خدامش ليا شنو يدير اكزاكتومون بور شانجي هاد لاتيتود هو على حساب الا كان مثلا في لا بروميير اني اكتشف هاد الشيء tout de suite يبدل الحاجه واحده اخرى اوكي زعما سي فري كو بعض المرات لي بارون كيضغطوا عليك يقول لك لا هو دابا بديتي وهذا واش غتسمح في هادشي اللي بديتي وراه الف واحد ما كرهش يكون بلاصتك انت دو سويت هذه الهضره كتسمع بزاف ولا المجتمع كيقول هذا الله صافي حمد الله غيمشي لك عام غيمشي لك عام غيضيع ضيع عام هذه الهضره خاويه انا دابا اليوم عندي يمكن كنت 42 عام ولا شي حاجه بحال هكا شحال هذه ما بقيتش كنحسب باسكو عام شنو هو عام سي ريان دو تو فهمتي عام في حياه ما مي عام بوغ ان جون اللي عنده 16 17 18 عام سي فري 50 اللي كيناو كيسحب لي راه عنده قيمه كبيره نو الا كانت غادي تبدل لك لو شومان اللي غتمشي فيه كنتي غادي في واحد الطريق قلت لك الا بدا هاد لو جون يلاه ضرب واحد العام واكتشف المساله هذه يبدل البريفيرونس يبدل وفين كاينه الصعوبه سي انت تشوف لي جون اللي قدك ولا صحابك باقيين كمالين دونك انت تولي تقول ولا الدار ولا لابريسيون تقول لك انت ولي فاتوك خصها شجاعه مي جو بريفير يبدل حسن ما يمشي 3 اون هذا وانت هذه شجاعه يا انسان خصو يكون شجاع فهمتي شجاع ولكن ماشي شجاع غير باش يتسمى شجاع يبدل نو حتى يكون عنده ان بلان الا ما كانش عندك ان بلان ما تبدلش علاش تكون عارف شنو غادي حتى يرجلك فواحد الحاجه سوبوزون انك مازال ما عندكش بلان افونسي فيها اجتهد فيها ممكن تاخذ لو ديبلوم ما تخسر والو درتيه بجيبك وي ومنين تكمل و حيت قلت لك وصلتي دوزيام اني ثالثيام اني باش تبدل ديك الساعه في حقيقه سامب ديفيسيل كومون يعني باش نكونوا واقعيين هو خاصك تكون شجاع بزاف باش تبدل بحال واحد السيد كنعرفو وصل 5 اني ميديسين وعاد هو قال مع راسو انه هادشي ما خدام لياش وعندو الحق وكان شجاع ولكن كان ديتيرمين وكان عنده اوبجيكتيف بغى يدير لونتربرونيا اوكي ومشى دارها والحمد لله ودابا سا ماشي تري بيان يلافونس ولكن ماشي اي واحد في هاد الشروط هذا نرجع للمساله ديال الا كان اون بروميير اني يزعم يبدل ما كاين حتى شي مشكل ولكن يكون عنده ان بلان الا كان دوزيام اني ثالثيام اني يكمل ياخذ ان ديبلوم يديرو في جيبو اوكي سورتو الا ما كانش عارف شنو لي باغي اكزاكت وديك الساعه منين يسالي يدير دي ترينينغز يدير دي فورماسيون كونتينيو يقلب على ان دومين يدير اوتو فورماسيون شحال من واحد كنعرفو دابا اجوردي لوتو فورماسيون تعلم بزاف حوايج يعني في الديفلوبمون في الجرافيك في لا فوتو في الديزاين فهمتي هادو شي حوايج اللي ممكن انسان يدير فيهم لوتو فورماسيون وتمشي دير فيهم دي سيرتيفيكا اجوردي راه كاين بزاف ديال لي انستيتور انترناسيونال ولاو كيديروا دي فورماسيون اون لين وتاخذ سيرتيفيكا ديالك نقولوا باش نمشيو في المجتمع ديالنا كيامن بالوراق بالكاريت دير كويرطات علقهم انت شات خسر مي ليسونسييل هو قلب على حاجه اللي انت حاس براسك كتعطي فيها سي تان لوكس لان كاين كيقول لك انا ودي انا باغي ناكل ونشرب فهمت ماشي كلشي تيفكر في حسن العوان فهمتي كل واحد وظروف ديالو ولكن ملي تكون عندك لا بوسيبيليتي تبدل فزعم وهاد القضيه ديال الزعم في المجتمع ديالنا ما كنزعموش بزاف وي انا كنت في واحد الكونفرنس في كازا كانت جات عندي واحد السيده قالت لي بلي شافت واحد ليكزومبل بحال اللي قلتي دابا في الميديسين في 5 اني وخرج ودار لونتربرونيا قالت لي انا بغيت نخرج وندير انا لا ميم شوز حتى هي جو كرو في 4 ولا 5 اني كنت قلت لها بلي لا ما طونكو باقي ما عارفاش اكزاكتو ما عارفاش هذاك السيد شنو لو باركور اللي دار وشنو كان تيوجد ولا لا دونك ماشي ان اكزومبل بالنسبه لي جون هو اكزومبل وي بور انسبيراسيون ولكن الا ما عندكش بلان صافي غير تحبس باش تسمح حبستي راه تولي غادي لا ديبرسيون حيت لو شونجمون ودوز من بلاصه لبلاصه شوف عارف لو شونجمون ماشي نبدل باش نتسمى كنبدل نبدل منين يكون عندي بلان ماشي نبدل بلا بلان يعني سايق بلا دو ما يمكنش اكزاكتو اليوم نقولوا مثلا واحد لو جون اللي خدا لو ديبلوم اييه وعجبو داكشي تيدا كيفاش يعرف بلي هاد الميتي ولا هاد الخدمه هي اللي غادي تجي معاه وا دابا قلتي انت خدا سون ديبلوم بدا كيخدم دونك الا كان لو كوتيديان كيفيق الصباح بكري فرحان وغادي للخدمه
مي كيكون في الدار كيفكر في شي حوايج مي كيكون ناعس اوسي باسكو انا بيرسونيلمون دابا يعني نقدر نقول لك 90% ديال الافكار كطيح ليا في راسي وانا ناعس في الناس وليكيب ديالي دايوغ كو جو سالو من هنايا كنسلم عليهم بعض المرات كيفيقوا في الصباح كيلقاوني مصيفط لهم شي ميساج في واتساب ولا شي بلاصه واش فكرتي في الصباح مع 5 كيقولي واش انت ما كتنعش كتكون كونيكتي كونيكتي داير اجتماعات داير اجتماعات مع راسي في الليل مزيان كنربح الوقت علاش لانه ملي كتكون كتخدم في واحد الحاجه اللي كتامن بها وي اللي كي كوريسبون تا بيرسوناليتي لي زوبجيكتيف ديالك الاحلام ديالك اوسي باسكو انا واحد الوقيته كنت كنقول مع راسي بغيت نخدم في واحد الدومين اللي مهم يكون عندي ريلاسيون مع لي جون علاش باسكو فواحد الوقيته ملي كنت صغير الحمد لله لقيت شي ناس وقفوا معايا عطاوني ان كو دو مان استفدت منهم انسي دو سويت قلت علاش ما يكونش هادي في حد ذاتها هذا هو الميتي ديالي فهمت دونك اي لا اجوردي راني فوق السحاب باسكو افيكتيفمون لو كوتيديان ديالي هو سي دو ديتر ان كونتاكت افيك دي جون كسو سو هنا في المغرب ولا دوطرو جون اللي في المانيا باسكو في لو دومين ديالي كنخدم مع دي زونيفرسيتي ان المانيا انسي دو سويت اي لو فري بليزير هو فلك الوقيته اللي كيجي عندي شي واحد كيقول لي عافاك شنو ندير في هادي شنو ظهر لك في هادي واخا انا عندي واحد الفكره اعطيني رايك ديالك فيها ولا واش يمكن لك تلاقيني مع شي حد باسكو حتى هاد المساله مهمه انه الانسان خصو يكون كيزعم وي بعض المرات راه كيكون قدامك واحد الشخص ولكن هو موراه كاين اشخاص بحال داك الشجره اللي غتحل لك الباب على الزاد اللي مخبيه موراها غابه وي فاي واحد جاتك لوكازون ما تكونش يعني اوبورتونيست سي با هذا ماشي استغلال هذا فقط يعني كتستافد من الامور اللي كتجي في طريقك يعني خاصو اون كلكو سورت تعلم فن الاستفاده من الفرص اوكي صامش دونك اليوم اللي قلت لك واحد ثلاثه النصائح بغيت نعطيهم لي جون باش يلقاو لا باسيون ديالهم ولا باش يعيشوا مزيان في لو باركور سكولير ولا لو باركور من بعد ثلاثه النصائح ولا حتى في لونتربرونيا لونتربرونيا هذا دومين هذا ولا سوجي واحد اخر هو في الحقيقه لونتربرونيا حتى هي خاصك تكون عندك الكاباري ديال لونتربرونور وشنو هو الكاباري ديال لونتربرونور هو انه يكون فيك واحد الشروط ديال انك زعيمي انك كتاخذ لو ريسك انك مستعد لافونتور انك يكونوا فيك واحد لي كومبيتونس ديال انك كومونيكان عندك لاكسي للناس ساهل ما كتحشمش انسي دو سويت دونك جينيرالمون هادو شروط هادو ولكن تخدم عليهم تخدم عليهم سي دي سكيلز وهاد لي سكيلز كاين اللي مزيود بهم وكاين اللي كيتعلمهم زعما لا فيريتي الا كان مزيود فيهم يعني بهم احسن ولكن راه اي حاجه كتعلمها الوغ الا قلت ثلاثه النصائح في حقيقه ثلاثه بزاف ولكن ربما الاولانيه هو اللي يمكن نفعوك انت في لو باركور ديالك اول حاجه ما نضيعش اخويا الوقت اوكي الوقت هو ديما كيف كنقولها لي جون هو داك الحاجه اللي كتدور وما كتسناكش كتعقلش عليك ماشي انت ملي كتكون راشقه عليك كدور وملي ما كتكونش راشقه كتسناك دونك ما كاينش بوز في الوقت المكانه كدور 24 ساعه هذه الاولانيه شنو معنيت ما نضيعش الوقت هو انني نهاري جو دو لو جيري ما نخليش النهار هو اللي كيجرني نهاري نقسمه يكون عندي فيه واحد لا بارتي علاش كتصلح اون بارتي علاش كتصلح اون بارتي وتكون دائما فيها اون بارتي اللي كتخدم لي زوبجيكتيف ديالي ضروري خصني نتعلم دونك خصني نخصص وقت البلاني كوتيديان ديال النهار يكون عندك يكون غادي في اكزاكتومون الفرق ما بين اجوردي ان جون ماروكان مثلا و ان جون المان ما كنعممش بطبيعه الحال ما كنعمم لا على المغاربه لا على الالمان ما كنقولش هما اي سون بارفي وما كنقولش المغاربه ما فيهم يتشاف كنقول بانه مي في العقليه اجوردي ديكتشف انا في العقليه الالمانيه كندخل على ولا كندخل عند ان جون المان لبيتو كنلقاه دائما معلق حدا الباب واحد لو بلانينغ فيه من 2 حتى لحد اوكي وكتلقى لي كولور دونك عارف لا سيمين ديالو فاش غادي يطلع ما عندوش اون سيمين فريستايل سان اكزيست با فهمت هاد السيمانه عندي من 2 حتى الجمعه الصباح شنو كاين في العشيه شنو كاين في الليل هذا حتى الخروج دير لي وقت غادي نخرج نهار السبت مثلا ولا غنخرج نهار الجمعه ولا غادي نخرج نهار الاحد جون سي با ليسونسييل هو داير بلان ديالي غنتقهوى مع شي صاحبي داير ليها وقيته ديالها ماشي فوق ما نتلاقى مي بيان سور ماشي فوق ما نتلاقى مع شي واحد نتقهوى يلاه لعبوا كره زيد
ما يمكنش هنا تولي الحياه اللي غاديه بك ماشي انت اللي كتولي الوقت غير غادي وكيجرك دونك انت خاصك تعلم تتحكم في الوقت ديالك تو تورغانيز هاد المساله مهمه بزاف الا ما كانش عندك خدم عليها كتعلمها في يومين ثلاث ايام اربع ايام سيمانه شهر اورغانيزاسيون ها انت ولات الامور ديالك مقاده عندك لاجندا ديالك هذا فيها المسائل ديالك مقادين كنا درنا واحد الحلقه في شغف مايند سيت على لورغانيزاسيون كنرجعوا ليها مساله مهمه بزاف المساله الثانيه هي حاول يكونوا عندك في لونطوراج ديالك اوكي ناس صحابك اللي معقولين دونك خاص تفيلتري لونطوراج ديالك ابسولومون حيت الا كانوا عندي الصحاب اللي ما كان فكرش دي فاصون استراتيجيك هاد صاحبي كيفاش غادي ندير ما كنقولكش عاوتاني يكون انسان ذو مصلحه لا غير هو نتلاقى مع شي حد اللي بعدا على الاقل الى ما نفعنيش ما يضرنيش وي ولا اومو عنده دي زوبجيكتيف خدام على شي حاجه خدام على دي زوبجيكتيف ربما تولي انت وياه صدمه اونصامبل ولا على الاقل تبقى تشالنجيك وتشالنجيه كل سيمانه واش درتي داكشي اللي بغيتي واش وصلتي ماشي ضروري تكون كتقرا معاه ولا كتخدم معاه ولا انت وياه مشاركين فشي حاجه مي ليسونسييل هو الا ما منفعكش ما يضركش فهمت هذه المساله دي مهم موتيفيك مي سي مهمه اكثر من القياس لان الانسان محتاج دي زامي اللي يكونوا معقولين اللي كيكونوا نتوما كيحققوا شي حوايج ملي تشوفوه هو الا سهيتي هو يفكرك ولا هو تفكروا نتايا دونك هذه ربما المساله الثانيه المساله الثالثه هي ما خاصكش تقول اوكي شنو ما خاصكش تقول جينيرالمون لي جون اللي كنلاحظ بزاف هي مثلا ملي كيبدا واحد الحاجه في الاول كيكون موتيفي كيقول انا غادي نديرها وهذا وهذا ومن في الوسط كيولي ليزي شي شويه اوكي يعني ترخى وباقي الحال ويلا بدينا هاد الفكره ديال يلا بدينا الا مشيتي حتى طحتي فيها غتصيد لان يلا بدينا لا راه بدينا ماشي يلا بدينا صافي راه بدينا بديتي صافي تونغاجا اذا خاصك تونغاجا وخاصك تكمل جوستو ودو بريفيرونس يكون عندك واحد لو ريتم هكا كونستان ربما مرات تزيد ولكن هبط عاوتاني لو كونستان كاين دي مومون دو بيك ولكن ما يكونش دي مومون ديال القعر ما خدامينش دونك هاد المساله ديال بزاف ديال الشباب اغلبيه ديال لي جون عندهم كيبدا الحاجه وكيقول لك يلا بديت وباقي الحال مثلا في الباك ولا يلا بدينا يلا سبتمبر غادي مازال امتحان حتى الاخر العام ولا مثلا بدا في ليزيتود سوبيريور كيقول لك ودابا يلا لا رونتري ونمشيو بعدا نلعبوا شويه نو قاد المسائل ديالك شد لو ريتم دو كروزير ضمن بان صافي راك شديتي الطريق ومره مره حتى الا درتي واحد خريجه ما كاين مشكل راك توي في ان كونتكست بعد ديال الخدمه اما انك تقول باقي الحال عاد بديت هذه هي اكبر تصيله كيتصيد القضيه كنا هضرنا عليها في واحد الحلقه حتى في العدد ديالنا اللي تنبغيو نطوروهم مثلا بغيت نبدا ندير سبور تبدا واحد جوج تبدا سيمانه ولا جوج سيمانات شويه تحبس دونك تبدا تربى فيك القضيه ديال ما تكملش عقلك تولي فهم بلي اي حاجه تبدا فيها ما تكملش دونك حتى هو ما يتونغاش معك شوف العقل ديالنا خصنا نربيوه وي خص ولا نترينيو بيه سي تشوف علاش نترينيو بيه لان عندنا سوبكونسيون ديالنا الي توجور لا واخا انت ناس هو خدام وي خاصو يوليو عندك دي زابيتود الانسان هو لابيتود الا ولات عندك واحد لابيتود انت اي واحد فينا في العائله عنده داك شداتو اللي كتفيق مع الخمسة الصباح واش كدير الغيفي مولف عند الايفون يفيق مع الخمسة نو عند المكانه بيولوجيك علاش باسكو ولفات حتى انت حاول تربي راسك على لي زابيتود اون فوا تكون عندك واحد لابيتود غتولي كديرها ترونكيل ما تعذبش دونك حتى parmi لي زابيتود اللي تكون عندك مثلا انت اتوديون هي تكون عندك واحد البلاصه في شي بيبيوتيك ولا في شي قهوه ولا شي حاجه اللي كتجلس فيها بالسوايع وسخن بلاصتك لانه لافنيغ ديالك راه ماشي اللعب يا اما كتخدم عليه ولا ما خدامش عليه صامخ دونك سي رشيد انا استمتعت بهذه الجلسه الله يحفظك واخا ما قلنا والو في الحقيقه يلا بدينا لا لكن بزاف ديال لي زانفورماسيون بزاف جو سي سور كو الدراري غيستافدوا ان شاء الله من هذه الحلقه الله يعطيك انا الصراحه استفدت بزاف الحوايج الله يعطيك الخير دونك ميرسي بوكو ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه واحده اخرى افيك بليزير ما تنساوش بلي تقدروا تفرجوا فينا سور يوتيوب فيسبوك انستغرام وتقدروا تسمعونا سور توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي ابل بودكاست تهلاو